الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، يجب تحويل ثقافة ترشيد الاستهلاك إلى واقع عملي وسلوك يومي على مستوى الأفراد والمؤسسات. وفي الإمارات لم يمنع النجاح الكبير في التصدي لتداعيات الأزمة، ولا سيما على صعيد توفير الغذاء والدواء ومصادر الطاقة، من طرح النقاش حول العديد من العادات الاستهلاكية في المجتمع. فعلى صعيد الغذاء، أظهرت الإمارات خلال الأزمة العالمية الراهنة حرفية عالية في التعامل مع تحدي تأمين الإمدادات الغذائية لجميع سكانها، ونجحت في المحافظة على وفرة المواد الغذائية في منافذ البيع كاف من دون ارتفاع أسعارها. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد طمأن جميع من يقطن على أرض الإمارات بأن توفير الغذاء والدواء في الدولة سيكون متاحا إلى ما لا نهاية بعون الله. وتجاوبا مع توجيهات سموه، تستعد عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية لإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي الاستهلاكي للسكان، مثل مبادرتي الشراء بحسب الحاجة واختيار منافذ الشراء التي تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاقهما، بهدف توسيع نطاق الترشيد في شراء المواد الغذائية. ومن جهتها، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع حفظ النعمة الذي بدأ قبل عامين لعلاج ظاهرة الإسراف في استهلاك المواد الغذائية، ولا سيما من خلال مبادرة سفير حفظ النعمة التي شملت الكثير من المؤسسات.